النقبي. هذا هو إذن الحكم عادل النقبي يقود دخول اللاعبين كريستيانو رونالدو من جهة وأحمد باسل من جهة أخرى، قائدي الفريقين في أجواء جماهيرية نارية وهستيرية لجماهير النصر. أخضر اللون العراقي بأصفر اللون السعودي من أجل مكان في الدور النهائي. المدرب أحمد صالح نادي الشرطة. التذكير بالتشكيلتين، النصر نواف العقيدي في حراسة المرمى، تي الواسعة وأسكن أهله وذويه طبعا سليمان الصبري والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. كريستيانو رونالدو إمبراطور الكورة، هذا رونالدو الأسطورة يبدأ بضربة الأيبري. أندرسون تاريسكا رائع اللقطة، تعدي لبرازوفيتش، حكم يعود يأتي الفرصة، يأتي الفرصة والمخالفة. عادل النقبي الإماراتي 43 عام لما عرفني العالم، عالية الكرة، هذه الكرة خطورة، والحارس أحمد باسل، فرصة كبيرة لفريق النصر، والحارس أحمد باسل الحارس المناسب في المكان المناسب. لم يكن أندرسون تاريسكا، تاريسكا يراوغ بعد 9 مواسم في انتر ميلانو، رونالدو رونالدو وكأنه عمره 20، رونالدو بكل الحنين، رونالدو متألق من سنين. أدي بروزوفيتش، رونالدو بروزوفيتش، نجوم عالمية في هذه الأوقات الكروية. بروزوفيتش، رونالدو، كريستيانو يحاول المرور، رونالدو والتسويب من ساديو ماني. أي أسماء عالمية بألوان عالمي، أي أسماء عالمية. ماني بعيدة بعيدة الكرة على بروزوفيتش، تسرع السنغالي، أسد التراتي السنغالي في هجمة خطيرة لفريق النصر. ماني لعبد الزهرة مرة أخرى، محاولة التصويب، التصويب قوي بجانب الحارس نواف العقيدي، صايد الموقف، حاكم الزمان في هذه المباراة. رونالدو اللي طالب بالركنية، أنا تاليسكا، التصويب، والحارس أحمد باسل، يسارية برازيلية قوية ونارية، والاستماتة لأحمد باسل، كرة رائعة بروزوفيتش، يعدي رونالدو، رونالدو جول، رونالدو، 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 هو رونالدو، إمبراطور الكورة، رونالدو الأسطورة، خيال كل الخيال، دلال كل الدلال، أكبر قناص يلعب. يلغى الحكم، يلغي الهدف للتسلل، يلغي الهدف للتسلل على رونالدو. تبقى النتيجة بين، وهذه كورة من سنين ما شفناهاش. التصويب على العارضة، اي 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 اي، كورة برازيلية. أليكساس عبد الله مادو، إصابة سيكو فوفانا، سيكو فوفانا، الحكم الإماراتي علي النقبي يعود بالكرة، عبد المجيد مبكر، رونالدو كرة، المطالبة بماذا؟ ساديو ماني يسقط في منطقة الجزاء، واحتقان جماهيري. تاريسكا، تاريسكا،
ورونالدو غريبة عجيبة غريبة. رونالدو ينهي الشوط الأول بإذاعته لهدف محقق. كريستيانو رونالدو لا يفيد الندم في مثل هذه المحن. حان وقتها الآن وتبدأ الفترة. كرة التسويب ونواف العقيدي عراقية أليكسيس. كرة بعيد ساديو ماني عدي الكرة فوفانا يوزع وأحمد باسل رايح اللقطة يوزع القدم رونالدو والحارس الباسل. رونالدو في التصويب أحمد باسل في الدفاع غنام غنام هيدا لرونالدو. أندرسون تاليسكا فوفانا فوفانا يضيعها مرة أخرى فرصة تضيع على فريق النصر. تصويب ممكن وتدخل من الدفاع رجع أندرسون تاليسكا ركنية بالكؤوس فوفانا فوفانا ومرة أخرى يضيع الكرة. ماني مرة أخرى يعدي بامتياز حكم ما يعطيش مخالفة. بروزوفيتش بروزوفيتش والكرة بالرأس من فيصل جاسم بكل برود الدم لحارسو أحرم لويس كاسترو. ماني 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 يفعل الصاب ويلغي السار ساديو ماني. ماني مرة أخرى والدخول في منطقة الجزاء الحكم يطالب باللعب. عمار الشنوبي والحكم الآن لبناتي يعلن على ضربة جزاء. يتقدم رونالدو جول 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 كريستيانو رونالدو إمبراطور الكرة. هو رونالدو الأسطورة كامل الأوصاف فتن كل الناس بالقدمين يضرب بالراس. Mình mua bên châu cờ phi về đấy. Các bạn đã nhìn thấy đây ấy. Mình nó là xuất xứ ở bên châu Phi. Bố nó là bò Kobe. Mẹ nó là bò tót. Bò tót ở bên Tây Ban Nha. Không phải mẹ nó là bò tót thì làm sao mà nó lai được ra như này. Trứng nó ra.